تناقض جديد في بلد التناقضات، معامل فرز وإعادة تدوير رسمية لا تعمل في مقابل معامل خاصة تحاول أن تنقذ ما تبقى من بيئة في 10452 كيلومتر التي استوطنتها النفايات. باكراً استقل ناشطو حملة طلعت ريحتكم الباصات وتوجهوا إلى منطقة حبالين قضاء جبيل للاطلاع على أوضاع معمل الفرز والتدوير هناك، الذي كان من المفترض أن يبدأ نشاطه منذ 10 سنوات، لكنه اليوم ليس سوى معمل عاطل عن العمل. قدرنا نشوف أنه في مبادرات شخصية وشركات خاصة قادرة تشتغل على التدوير وقادرة تعمل نتيجة إيجابية، ولكن لما نجي نشوف معامل الدولة اللبنانية هيدا المشهد اللي بنشوفه. هيدا معمل حبالين من 2006 جاهز، تم أخذ أكثر من مرة تمويل ليكون شغال، ما عم بيكون شغال بسبب فساد الإدارة السياسية. من معيب أنه معمل مثل هيدا مجهز مع 8 أسطوانات كانوا يقدروا يعملوا فرز ويقدروا يعملوا كومبوستينج، له 10 سنين لحد هلأ متوقف. سبب توقفه هو مشاكل بين متعهد بين اتحاد بلديات. نحن مشكلتنا مع مصداقية الدولة ومع مصداقية المسؤولين، ونحن بندل نقول فزعونين. نحن في لجنة أهلية عن تابع المكب، ما خلينا وقت كل الناس بيعرفوا قصة مكب حبالين كان قبل مطمر النعمة، وتعاوننا مع مطمر النعمة، نتأمل إن نوصل. أنا عندي طلبين، النفايات الصناعية ما بتفوت على هالمكب لأنه هي بيشربوا منه. في المقلب الآخر مبادرات فردية على امتداد الخريطة. شغل هون بالنهار شي 4 طن، نحن طاقتنا مثلا بهالموقع شي 15 طن. بس 4 تقريبا، يعني في نقص انه الناس تجيب بلاستيك؟ اكيد في نقص، مشان هيك هلا عم نتعاون كثير نحن والبلديات. مثل ما حتشوفوا قدام عم نجيب من عندهم السورت، البلديات اللي بلش تعمل سورتينج بالبيوت عم نجيبها نرجع نعمل لها سورتينج من جديد ونشيل منها كل انواع الريسايكل. ما عندنا ليميت، نحن قد ما بتجيب نحن قادرين ندور 50 طن 60 طن بالنهار، نحن فينا ندور. ما عندنا ليميت، بس ما في حدا عم بيجيب، ما حدا عم بيدور، ما حدا عم يفرز. إذا البلدية بتفرز وبتدور وبتجيب لندور نحن حاضرين. إذن في لبنان معامل فرز وإعادة تدوير للبلاستيك والحديد والورق وكل ما يغزون من نفايات. أما ما ينقص تلك المعامل فتعاون البلديات والأفراد ووعي لأهمية إعادة تصنيع النفايات المنزلية والصناعية.